أخي إني أحبك في الله. تتمنى بعدها لو أنك طير يطير في السماء، أو أن الأرض تنشق وتبتلعك حياء وسعادة وخوفا وشوقا. مشاعر كثيرة ازدحمت وتلاطمت في بحر أعماق، وسارعك أخوك مترنما الذي أحببتني فيه، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قالها كنسمات عطر: أخي نحن الآن في جسدين. أخوتنا نشيد سومدي ونحن الراحية بالسامعين، أخوتنا رحيق عبقري سراك الأخت يتبق السنين، أخوتنا بضاعتنا كنهر الراحة يضوينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا، لأن صحبة في الله قامت فلا نختار إلا الصالحين، قلوب كالحب أجدب في نفوس وأعيام الأسى والخائنون، فتيار المحبة في دمانا قوي ليس يعرف مدعينا، أخوتنا بضاعتنا كنار الراحة يروينا تهدينا رياحينا، بضاعتنا كنهر الراحة يروينا تضللها مودتنا فتهدينا رياحينا، قوتنا نشيد سرمدي ونحن الراحية بالسامعين، قوتنا رحيق عبقري سراج الوقت يستبق السنين، قوتنا نشيد الراحة يروينا تضللها مودتنا يا رياحينا أن تجدي لصحبتنا قرينا.
وكلمة يا هلا بوجودكم يا زين طاريها وحي الله من جانا تحية طيبة طابت بملفاكم تحيتنا وطيبتكم تباريها والف مليون ترحيبا سمت بالحب وانسابت على نور الصفا تسري لكم طابت مساريها على طاري مسار الليل والندخة في سارت وانا لابد سايرها على المسرى وجاريها تعودنا على الدنيا ولو لفت بنا ودارت نوالفها اذا لفت